السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي حلوين؟ يلا كده نكمل مع بعض الدرس او يونت 7 اللي اسمها ايه، ماي فاميليز جوكس. اهي تعالوا نشوف مع بعض كده هنعمل ايه النهارده. النهارده كلنا بسرعه نفتح على صفحه ايه، اوبن يور بوك بيج 51. بصوا حبايبي، اول واحده هنا بيقول لي listen and match. انا كده هقرا الجمله دوت الاطفال. الاول الاطفال هنا اهمت، and their parents their mommy and daddy اهو، children and their children and here are their mommies and daddies. يبقى here are the children. Here are the children. هنا فوق مين؟ الأطفال. طب وتحت هنا ها؟ Here are their mommies and daddies. Their mommies and daddies. كده يبقى كل طفل وبابا وماما بتوع اللي موجودين هنا. أنا كده هقرأ لكم، عندنا 6 صور فوق و6 تحت. كل واحد هقرأ لكم كده وانتوا هتسمعوا وتوصلوه بالمهنة بتاعته. أول واحد آدم. آدم هيقول إيه؟ This is my daddy. He's a police officer. A police officer. فين بقى police officer هنا؟ هما ساعدونا ووصلوا لنا أول واحدة number one بليتر P. Number one بليتر B. هنوصلها يا كيجي. طب تاني واحدة number two girl. دي girl. هتقول إيه البنوتة دي؟ This is my mommy. مامي يبقى هنبص على مين؟ على البنوتات. فين بقى نشوف ماما؟ وهنشوف هي هتقول لنا ايه. This is my mommy. She's a vet. She's a vet. الاول يا حبايبي مامي تبقى مين؟ اهي دي او دي او دي. طب she's a vet. vet. برافو عليكم يا كيجي. vet الدكتورة اللي بتعالج الحيوانات. برافو عليكم. يبقى هنوصل number 2 بليتر دي. طب تعالوا معايا كده نمبر 3. مين دوت يا كيجي؟ يوسف. يوسف هيقول This is my daddy. daddy. daddy يبقى راجل ولا ست؟ ها يبقى صورة راجل. ها يبقى ده او ده، بس احنا خلاص خدنا ده، يبقى دوت مش موجود معانا، يبقى فاضل ده وده. طب بيشتغل ايه بقى يا ترى يا يوسف؟ He's a teacher. He's a teacher. هو التيتشر يا كيجي يبقى ماسك الخرطوم وبيطفي الحريقة؟ لا طبعا، يبقى مش الصورة دي. طب تعالوا نبص للصورة دي. برافو عليكم، اهو عمو ماسك اقلامة هي، يبقى دوت teacher. he is a teacher. يبقى هنوصل number 3 بليتر C. طب تعالوا نشوف بعد كده number 4 دينا. تعالوا دينا نشوف هتوصف باباها او مامتها بايه. this is my mommy. this is my mommy. مامي فين؟ دي او دي. احنا خلاص خدنا دي، يبقى فاضل دي وطنط ديت وطنط دي. مامتك بتشتغل ايه يا دينا؟ she's a doctor. she's a doctor. فين يا ترى بقى الدكتور هنا؟ ها بصوا معايا كده يا كيجي، دينا بتقول لنا she's a doctor. ها بصوا كده على طنط دي، لابسه سماعات اهيت ولابسه البلطو الابيض. she's a doctor. يبقى نوصل دينا بليتر نمبر 4 بليتر اي. طب نمبر 5 مين يا ترى؟ بوي دوت ولد. هيقول ايه عن بابا او مامته؟ This is my daddy. daddy يبقى راجل ولد. he's a firefighter. he's a firefighter. يبقى نوصل بسرعة نمبر 5 بليتر اف. طب اخر واحدة نمبر 6 اسمها ايه؟ ليلى. ليلى هتقول This is my mommy. she's a dentist. اخر واحده خالص اهيت، يبقى هنوصل نمبر 6 بليتر A. دي اخر صوره عندنا. طب تاني واحده هنا بيقول لي color and say. كلنا هنلون وهنقول، يلا قولوا معايا dentist. dentist. police officer. police officer. teacher. teacher. she's a vet. she's a vet. She's a doctor. She's a doctor.
He's a firefighter. He's a firefighter. طب هنا بيقول لي cut and stick. بصوا حبايبي هنا بيقول لنا روحوا لصفحة 105. تعالوا نشوفها كده الصفحة بتاعت 105 ديت يا ترى هيكون فيها ايه. بصوا كده بقى الصفحة ديت يا كيجي جايب لي هنا رسومات our families visit our school. هنا اول رسمة ديت بتاعت عربية المطافي. يا ترى مين شغال في عربية المطافي؟ مين بيشتغل على عربية المطافي؟ هنبص هنا في الصور بتاعت الوظائف ديت، الناس دولت كل واحد فيهم لابس ايه، وهنقطعها وهنلزقها هنا. هنقطعها اهو، ادي المقص بتاع الاطفال الجميل. هنمسك كده فاير فايتر. فين الفاير فايتر يا كيجي يا ترى؟ بصوا كده معايا، ها بصوا كده في الصور ديت بوليس اوفيسر، ها ده فين يا ترى؟ دكتور، دينتست، دكتور، تيتشر، فيت، ها فاير فايتر. هنمسك المقص كده يا كيجي بالراحة وهنقص كده الصورة ديت بالراحة كده كده من هنا ومن هنا، وهنمسكها نحطها فين؟ عند عربية المطاف. طب تاني صورة بتاعت عربية البوليس صح؟ يبقى ديت مين اللي بيشتغل فيها؟ ها مين بيشتغل بيركب عربية البوليس دي؟ بصوا معايا كده، بوليس اوفيسر. يبقى هنقص الصورة ديت ونحطها فين؟ هنحطها هنا عند عربية البوليس. طب هنا عندي ديت هوسبيتال، هوسبيتال اتش ديت يا كيجي، هوسبيتال دي بتاعت المستشفى، يعني مستشفى الاتش ديت بتاعت المستشفى. طب مين بيشتغل في المستشفى يا كيجي؟ ها دكتور. فين دكتور هنا؟ ده دكتور بس معاه قطه، يبقى على طول يبقى فيت، فيت. طب ده برضو دكتور وده برضو دكتور، بس دوت حاطط حاجه عند بقه اهيت وماسك الحاجات اللي بنكشف بيها على ايه المرضى بتوع الاسنان. طب دوت الوحيد اللي ماسك السماعات وماسك الروجيتا، يبقى دوت هناخده نحطه فين؟ عند الصورة اهو، دكتور هناخده نحطه هنا عند الصورة دي. طيب تعالوا بصوا هنا على الرسمة دي، صورة سنة كبيرة، يبقى دوت فيت، فيت اهو اهو فيت. هناخد الصورة ديت نحطها هنا. طب بصوا كده الرسمة ديت رجل حيوان، سوري يا كيجي دوت دنتست، دنتست اهو عمو دنتست. طيب بعد كده الصورة ديت فيت، رجل حيوان اهي صح، فيت دوت الدكتور اللي بيكشف على الحيوانات اهو. طب هنا في صورة ايه؟ ساعة، ساعة. مين اللي بيروح المدرسة بدري؟ برافو عليكو تيتشر اهو اهو ماسك الاقلام والكراسات. يبقى هنقطع الصورة ديت ونحطها هنا. دوت يا كيجي التمرين بتاع ايه بقى؟ ها cut and stick. كده خلصنا صفحة 51. لو كان الفيديو عجبكم يا ريت ما تنسوش تدوسوا على كلمة لايك، ما تنسوش تدوسوا على لايك وتعملوا شير للفيديو، ولو بتشوفونا لأول مرة يا ريت ما تنسوش تدوسوا على كلمة سبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.